في الجزيرة الاستعدادات على أتم وفاق. خليني أقول لحضراتكم إن كان في النهارده اتصال ما بين مهندس محمود طاهر ومهندس وطبعا الكابتن محمود الخطيب، إنه بيطمن إن هل جات له الدعوة وموضوع زيارته ومعذرته لفريق النادي الأهلي في المغرب. ودائما وأبدا الأهلي فوق الجميع، دي رسالة للكل عشان الناس تتعلم. النادي الأهلي أنت بتتعامل معاه بتتعلم كيفية إدارة كرة القدم، أيضا يعني إيه مبادئ كرة القدم، ويعني إيه النادي الأهلي فوق الجميع. هو ده أهم حاجة، وده اللي قاله مهندس محمود طاهر في تصريحاته سواء لينا هنا في قناة النادي الأهلي أو لكل وسائل الإعلام، إن بطولة النادي الأهلي أهم من أي كرسي للرئاسة، بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة يا أهلي بإذن الله. طبعا عندنا كلام كتير جدا، النادي الأهلي دائم وأبدا بيتحدى المستحيل، بيتحدى الصعاب. كنت بتكلم مع حضراتكم قبل ما نطلع ليه زمايلنا سواء في المغرب أو في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، النادي الأهلي قادر على العودة، النادي الأهلي عنده من الإمكانيات اللي ترجعه مرة تانية في أي مباراة. كاس حساب بدري راسم سيناريو ل 90 دقيقة، 90 دقيقة أشغال كروية خاصة. ممكن نبتديها مع حضراتكم ونرجع حضراتكم لشغل بقى النادي الأهلي ومباراة النادي الأهلي في لقاء النهائي. هنبتدي بالأهلي والوداد المغربي، هنبتدي ناخد حضراتكم كده من الآخر ونفكر حضراتكم مرة واحدة واحدة كده إلى بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأصعب حتى الآن. لقاء الذهاب بالقاهرة تعادل 1-1، كان في ملعب برج العرب. كان ابتدى التسديد كان مؤمن زكريا ابتدى للنادي الأهلي، ثم تعادل لاعب الوداد أشرف بين الشرقي. نروح للقاء الإياب اللي إن شاء الله هيتلعب النهاردة في تمام 10 مساء بتوقيت القاهرة، مفيش أي تعديل عشان في ناس كتير قوي بتسأل هو 9 ولا 10. النهاردة اللقاء 8 بتوقيت المغرب، 10 بتوقيت مصر بإذن الله. كان لسه هيتلعب فلسه مفيش نتائج، وإن شاء الله تكون النتيجة أهلاوية بإذن الله. أروح لنتائج مباراتي دور نصف النهائي في دوري ابطال افريقيا. هبتدي بلقاء النادي الاهلي، مباراه الذهاب اللي كانت يوم السبت 29-30 سبتمبر، نجم الساحلي امام النادي الاهلي. كان النجم الساحلي كان تفوق على النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف، واتحاد العاصمه الجزائري تعادل مع الوداد الرياضي المغربي بدون اهداف. دي كانت لقاءات الذهاب. لقاءات الاياب اللي تعدلت فيها الصوره تماما، نادي الأهلي استطاع الفوز على النجم الساحلي بستة أهداف مقابل هدفين، والوداد كان لعب قبل النادي الأهلي بيوم كسب بثلاث أهداف مقابل هدف. ده في نتائج مباراتي نصف النهائي في الذهاب، مباريات العودة. أروح مع حضراتكم مرة تانية بقى لتاريخ مواجهات النادي الأهلي والأندية المغربية في أفريقيا. النادي الأهلي وأندية شمال أفريقيا دايما في صراع على زعامة القارة الأفريقية، ولكن النادي الأهلي هو نادي القرن وهو زعيم القارة السمراء. أروح لحضراتكم، النادي الأهلي واجه فرق المغرب 20 مرة، عدد انتصارات النادي الأهلي على فرق المغرب 7 مرات، عدد التعادل مع فرق المغرب 8 مرات، ولم يوفق امام فرق المغرب بخمس مرات. عدد اهداف النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما في اي مقارنه في موضوع الاهداف هتلاقيه اكثر تهديفا 23 هدف، وعدد اهداف الفرق المغرب في النادي الاهلي 19 هدف. الست فرق هم اللي قابلهم النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، جمعيه الحليب وهو ده اللي اسمه الكلاس، وكان النادي الاهلي كسبه 2-0 في المغرب، والرجاء البيضاوي والوداد والجيش الملكي والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي. هم دول الست فرق اللي لعبهم النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. خلينا بقى نروح لتاريخ مواجهات الاهلي والوداد افريقيا. النادي الاهلي لعب 7 ماتشات امام الوداد، كسب مرتين وتعادل في 4 مباريات، وتعادل سلبيا في مره واحده، تعادل ايجابي في 3 مرات. كان أكتر نتيجة في الفوز 2-0 في 2017، وعدد الأهداف 8 للنادي الأهلي و7 لفريق الوداد المغربي. نروح لمشوار النادي الأهلي في الأدوار النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا. زي ما عرضنا لحضراتكم، النادي الأهلي كان لعب أمام الوداد الترجي التونسي وتعادل 2-2، ثم فاز في تونس بهدفين مقابل هدف. و النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، ده كان في ربع النهائي، كان النادي الاهلي هزم بهدفين مقابل هدف في سوسه، وكسب بست اهداف مقابل هدفين في القاهره. ثم نذهب الى اللقاء ومواجهه النهائي اللي تعادل فيها امام الوداد المغربي بهدف لهدف، ومنتظرين ان شاء الله نتيجه ماتش الاياب اللي تكون في مصلحه النادي الاهلي باذن الله.
نروح لمشوار النادي الوداد اللي في ربع النهائي لعب فرقه سان داونز من جنوب افريقيا وخسر هناك 1-0، ثم في لعب بعد كده سان داونز وكسب 1-0 وتغلب بضربات 3-2 في عدد المواجهات، ومن بعد كده ذهب لنصف النهائي لعب اتحاد العاصمه الجزائري وتعادل 0-0، ثم فاز في المغرب ب3 أهداف مقابل هدف قبل مواجهته للنادي الاهلي في لقاء النهائي وتعادل في ملعب برج العرب في مصر، ولكن مش هو ده الفيصل. نروح لنتائج مواجهات النادي الاهلي والوداد افريقيا في كل المواجهات. هنبتدي في دور الثمانيه المجموعه الاولى دوري ابطال افريقيا 2011، النادي الاهلي كان تعادل 3 أهداف مقابل 3 أهداف، ثم في بطولة 2011 في دور المجموعات الجولة الخامسة كان تعادل بهدف مقابل هدف، بعد كده دور الثمانية المجموعة الثالثة في بطولة 2016 تعادلوا في المغرب بدون أهداف، ثم فاز النادي الأهلي في مصر في نفس البطولة بهدف مقابل لا شيء. دور المجموعات الجولة الثالثة في 2017 ده اللي حصل في بطولة البطولة اللي النادي الأهلي بيلعب فيها الآن، كان النادي الاهلي تفوق في القاهره بهدفين في مصر في برج العرب بهدفين مقابل لا شيء، ثم هزم في الوداد بهدفين مقابل لا شيء نفس النتيجه، وبعد كده طبعا لقاء النهائي في ملعب برج العرب كان التعادل 1-1. خلينا اقول لحضراتكم ان هدافي الاهلي والوداد الاثنين مغاربه، وليد ازارو 4 أهداف واشرف بن شرقي 5 أهداف، والاثنين بيلعبوا في منتخب المغرب، وده يبين لك ان فريق او منتخب المغرب عنده 2 على اعلى مستوى. اروح مع حضراتكم للتشكيل المتوقع اللي من المنتظر ان يبدا به النادي الاهلي وكابتن حسام البدري في لقاء اليوم. هنبدا بتشكيل النادي الاهلي، شريف اكرامي وسعد سمير، رامي ربيعه في الدفاع، محمد هاني و حسين السيد، محمد هاني في الجانب الايمن، حسين السيد في الجانب الايسر، واحمد فتحي وعمرو السوليه، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وجونيور اجايو، وليد ازارو. خلينا نقول ان احمد فتحي من المنتظر ان هو اللي هيتاخر، وعمرو السوليه ممكن هو اللي يبقى له ادوار هجوميه لان معدل جري عمرو السوليه كتير جدا، ولكن برضو عايز اقول لحضراتكم ان احمد فتحي بيجيد التسديد، وده عمله فيه لو حضراتكم تفتكروا في مباراه الرجاء، بيعرف يزيد هو كمان وبيسدد وبيجيب اجوان، فممكن يزيد مع عبد الله السعيد، عبد الله السعيد هيبقى عنده حريه الحركه سواء من الجبهه اليمنى او الجبهه اليسرى. مؤمن زكريا هيلعب في الجانب الايسر، وجونيور اجاييه هيلعب في الجانب الايمن، ممكن الاثنين يعملوا سويتش او يغيروا الاماكن. مؤمن زكريا هيبقى عنده مواجهه ما بين ابراهيم الحداد، واحد من اللعيبه اللي عندهم سرعات، عشان اللي هيعوض محمد اوناجم نجم منتخب المغرب اللي عنده اصابه. جونيور اجاييه طبعا لعيب بيعرف يقف على كورته كويس قوي، بيبقى عنده قيمه هجوميه في طريقه هجوم وطريقه لعب النادي الاهلي، خاصه انه بيكمل كمهاجم تاني في وجود وليد ازارو اللي هيتعب دفاعات الفريق الوداد المغربي بسرعته وانطلاقاته، ومن المنتظر انه من الوارد انك تلاقي وليد ازارو النهارده بيحرز اهداف باذن الله، لانه النهارده في المساحات اللي ممكن تبقى موجوده في فريق الوداد المغربي لانه بيلعب على ارض وسط جماهيره، من المتوقع انه هيندفع هجوميا، هيبقى دور الثلاثي الهجومي للنادي الاهلي مع تمويل عبد الله السعيد وتقدم سواء بقى احمد فتحي او عمرو السوليه لو لعب النادي الاهلي، هيبقى ده اللي ليهم الدور الاكبر في الناحيه الهجوميه. اروح اخد حضراتكم لتشكيل الوداد المغربي، طبعا كابتن حسام البدري مع النادي الاهلي، وحسين عمتة المدير الفني ذو الطابع الايطالي والكاتاناتشو الايطالي اللي شفناه في برج العرب، من المتوقع انه يعني هيزيل هذا التحفظ الى حد ما في ملعب محمد الخامس في المغرب. هقول لحضراتكم زهير العروبي حارس مرمى، امامه امين العطوشي ويوسف رابح كاثنين قلبي دفاع، بدر كادرين في الجانب الايمن، وعبد اللطيف نصير في الجانب الايسر، ابراهيم النقاش في المنتصف، ووليد الكارتي وصلاح السعيدي بيلعبوا اثنين، يعني مش هقول لك ارتكاز، هقول لك اثنين ارتكاز وسط ملعب. وليد الكارتي عنده ادوار هجوميه كويسه جدا، ومن المتوقع ان هو هيكمل لانه حتى احرز في دوري ابطال افريقيا اهداف كتير جدا، ومنهم هدف في النادي الاهلي في دور المجموعات في الجوله الثانيه في ملعب محمد الخامس. اشرف بن شرقي واسماعيل الحدادي، الحدادي هيعوض ادوار ونجم، اشرف بن شرقي اللي كان بيلعب راس حربه في لقاء برج العرب واحرز الهدف، من المتوقع ان هو يلعب على جنب من الاجناب، واللاعب المحترف نيكيز ده هيلعب كراس حربه.
ادوار وليد الكارتي هو اللي هيكون عليه العامل الكبير جدا. طبعا اشرف بن شرقي لعيبه النادي الاهلي عرفت امكانياته كويس قوي، دي هتبقى ثالث مواجهه بالنسبه لهم امامه، وتحركاته عارفين ان هو لعيب كويس، لعيب حريف بيعرف يقف على كورته بشكل كبير جدا. ولكن وليد الكارتي هو عنوان خطوره فريق الوداد المغربي، لانه الممول الرئيسي للفريق سواء من الناحيه الهجوميه، وبيعرف يقف كويس قوي في الناحيه اللادفاعيه، وبيجري دايما خلف المدافعين في التكمله الهجوميه لفريق الوداد المغربي من هجماته، لان كل هجمات واهداف الفريق الوداد المغربي كانت بتيجي على الجانب الايمن اللي بيلعب فيه محمد اناجم، ومن المتوقع ان يلعب فيه اسماعيل الحدادي. ده التشكيل المتوقع للكابتن حسين عمتة اللي بيواجه الكابتن حسام البدري. واخد حضراتكم لتقرير مهم جدا عن موقعة الحسم، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حبيب. حين تدق الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، يتابع الملايين من عشاق الكرة المصرية والنادي الأهلي المواجهة المرتقبة والمثيرة التي تجمع بين الفريق الأحمر ومضيفه الوداد البيضاوي المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك في جولة الإياب بالنهائي بدوري أبطال أفريقيا. وفرض التعادل بنتيجة 1-1 كلمته على لقاء الذهاب في نهائي دوري الأبطال على ملعب برج العرب، وهو أمر يجعل كل الاحتمالات واردة في لقاء الإياب، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1. وسبق أن حقق الأهلي الفوز على الوداد في عكر داره في العام الماضي على هامش 7 لقاءات جمعت الفريقين، فاز الأهلي مرتين وخسر مرة وتعادل 4 مرات. ويأمل الأهلي حصد اللقب الأفريقي 9 في تاريخه والغائب عن أحضانه منذ عام 2014 للتأهل لخوض بطولة كأس العالم للأندية. كما أن المدير الفني حسام البدري يسعى لإنجاز تاريخي بالفوز بالبطولة القارية للمرة الثانية في مشواره، ليصبح أول مدرب مصري يفوز باللقب الأفريقي مرتين، بينما يسعى الوداد للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حسم اللقب عام 92. واستعد الأهلي لهذه المباراة من خلال تدريبات على ملعبه بمختار التتش، بجانب مشهد لا ينسى بحضور جماهيري تاريخي لملعب المباراة يوم الثلاثاء الماضي لتحفيز اللاعبين الباحثين عن استعادة اللقب القاري بعد غياب 4 أعوام. تقرير مهم جدا عن موقعة الحسم. آخر حضراتكم سريعا للاتحاد الأفريقي الكاف، عمل بعض المقارنات عن الماتش الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة الأقوى داخل قارة أفريقيا. يعني نروح لوليد أزارو واللاعب أشرف بن شرقي. عدد الأهداف طبعا كان بن شرقي أحرز هدف، تايم أوف بوسيشن يعني وقت الاستحواذ للكرة 13 مرة 72 لأشرف بن شرقي، لأن أشرف بن شرقي من اللعيبة اللي بتحب تقف على الكرة، وليد أزارو لعيب بيحب السرعات. بولس بلاي ذا كور اللي لعبها 31 كرة بالنسبة لوليد أزارو، 64 كرة بالنسبة لأشرف بن شرقي. كور اللي كسبها 5 بالنسبة لوليد أزارو و6 بالنسبة لأشرف بن شرقي. الكور اللي فقدها داخل اللقاء 15 كرة بالنسبة لوليد أزارو، 24 بالنسبة لأشرف بن شرقي. عدد معدل التمرين 17 تمرير بالنسبة لوليد أزارو، واللاعب أشرف بن شرقي عنده 47 تمريرة. سكسسفول باسس التمريرات الصحيحة من 17 واحدة لوليد أزارو 15، ودي نسبة مهمة جدا. بالنسبة للاعب بن شرقي 33 تمريرة صحيحة من 47. وهنا بيقول لك سكسسفول باسس ريت او نسبه التمرير الصحيح هنا 88% بالنسبه لوليد ازارو و70% بالنسبه لاشرف بن شرقي. عدد التسديدات، وده يبين لك ان محاولات ازارو 4 تسديدات على المرمى لم يحرز منهم اي اهداف، وهي تسديده واحده وحتى كانت بالراس لاشرف بن شرقي احرز منها هدف الوداد الوحيد. تسديدات على المرمى هي واحده هنا وهنا لا شيء، وتسديدات
نسبة التسديدات على المرمى هنا 100% وهنا لا شيء. الاوفسايد واحد لوليد ازار واشرف بن شرقي ما وقعش في مصيده التسلل. والتمريرات العرضيه كان اشرف بن شرقي عمل تمريرتين ووليد ازار ما عملش ولا تمريره عرضيه. وفي الاخير طبعا فاولز كوميتد الفاولات اللي تم احتسابها عليه، اثنين للاعب اشرف بن شرقي وثلاثه على وليد ازار. وليد ازار من اللعيبه اللي بتحب تضغط على المدافعين عشان يستخلص الكره، والفاولات اللي اخذها هنا خد فاولين اللاعب اشرف بن شرقي ووليد ازارو خد فاول واحد. دي المقارنات اللي عاملها موقع الاتحاد الافريقي الكاف على مباراه الذهاب ما بين وليد ازارو واشرف بن شرقي. نروح للمقارنه الثانيه، عبد الله السعيد ووليد الكارتي، الاثنين اللي اكثر اثنين اتكلمت عليهم حتى وانا بشرح مع حضراتكم في على التشكيل المتوقع. الاثنين ما احرزوش اهداف، ولكن تايم اوف بوزيشن وقت الاستحواذ 81 لعبد الله السعيد و64 للاعب وليد الكارتي. ده بيبين لك ان عبد الله السعيد بيمسك كرة اكتر. الكور اللي لعبها 96 بالنسبه لعبد الله السعيد، 66 بالنسبه لوليد الكارتي. النادي الاهلي كان اكثر هجوم وكان بيلعب وان سايد جيم حتى في الشوط الثاني تماما. الكور اللي كسبها هنا 9 بالنسبه لعبد الله السعيد و19 واحده بالنسبه للاعب وليد الكارتي. كور المهدره 26 بالنسبه لعبد الله السعيد و22 بالنسبه لوليد الكارتي. وبالنسبه لوليد الكارتي انه يخسر 22 كوره ده يبين لك الضغط اللي كان موجود عليه في وسط ملعب النادي الاهلي. معدل التمرير 84 تمريره بالنسبه لعبد الله السعيد، 50 فقط لوليد الكارتي. وسكسسفول باسز الباسات الصحيحه هنا عندك 66 وعندك 30 بالنسبه لوليد الكارتي. كل المؤشرات كانت تذهب لعبد الله السعيد. الباسات الصحيحه 79 بالنسبه لعبد الله السعيد و78 بالنسبه لوليد الكارتي. تسديدات عبد الله السعيد كان عنده تسديده، وليد الكارتي لم يسدد. واخد حضراتكم سريعا لان ولا ده وقع في مصيده التسلل ولا ده وقع في مصيده التسلل في الاوفسايد. العرضيات 5 لعبد الله السعيد وعرضيه وحيده بس لوليد الكارتي. والفاولات المرتكبه هنا 2 بالنسبه لوليد الكارتي وعبد الله السعيد ارتكب فاول واحد. والفاولات اللي تم يعني اللي حصل عليها 2 بالنسبه لعبد الله السعيد ولا شيء بالنسبه لوليد الكارتي. كانت بتبين لك عبد الله السعيد ودوره المهم. يمكن في ناس ما كانتش شايفه عبد الله السعيد بالمستوى المطلوب، ولكن الارقام دائما لا تكذب. اروح لعمرو السوليه واسماعيل الحداد. يمكن الاثنين ما بيلعبوش في نفس المركز، ولكن الاتحاد الافريقي شاف ان هم كان ليهم دور بارز في اللقاء. هنقول طبعا عدد الاهداف مفيش. تايم اوف بوزيشن عمرو السوليه مسك الكوره 77 مره او استحوذ على الكوره 77 مره و22 مره بالنسبه للاعب اسماعيل الحداد. الكور اللي لعبها 100 بالنسبه لعمرو السوليه و32 بالنسبه لاسماعيل الحداد. كور اللي حصل عليها 28 بالنسبه للاعب عمرو السوليه و11 بالنسبه لاسماعيل الحداد. كور اللي فقدها 21 بالنسبه لعمرو السوليه و18 بالنسبه لاسماعيل الحداد. معدل التمرين او الباسز 84 بالنسبه لعمرو السوليه و16 بالنسبه لاسماعيل الحداد. والتمريرات الصحيحه 72 بالنسبه للسوليه 12 بالنسبه لاسماعيل الحداد. والتمريرات معدل مؤشر التمريرات بالنسبه لعمرو السوليه 86% و75% بالنسبه لاسماعيل الحداد. التسديدات هنا واحده وهنا سدد تسديده واحده، واحده من اسماعيل الحداد كانت من هجمه المرتده، يمكن هم راحوا بهجمتين بس، واحده في الجون وواحده الثانيه كانت سهله في ايد شريف اكرامي من اسماعيل الحداد. والتمريرات العرضيه 2 بالنسبه الاوفسايد، اسماعيل الحداد وقع في اوفسايد والسوليه لم يقع في مصيده التسلل. والعرضيات هنا 2 بالنسبه لاسماعيل الحداد وعرضيه واحده بالنسبه لعمرو السوليه. و الفاولات اللي ارتكبها 2 اسماعيل حداد وفاول واحد بالنسبه لعمرو السوليه، ودي شيء ايجابي جدا بيبين لك مستوى عمرو السوليه اللي ابتدى بيقول لمستر كوبر انا موجود وجاهز بقوه عشان اخش منتخب مصر. والفاولات اللي تم اكتسابها لعمرو السوليه خد فاولين واسماعيل الحداد لم ياخذ ولا فاول او اي مخالفه، وده بيبين لك التوهج اللي كان فيه عمرو السوليه من افضل مبارياته ماتش الذهاب. اخد لحضراتكم ليه اثنين قلبي الدفاع محمد نجيب ويوسف رابح. محمد نجيب عشان النادي الاهلي كان بيهاجم كتير، كان عنده 64 مره من وقت الاستحواذ، 21 بالنسبه للاعب يوسف رابح،
69 كرة لعبها محمد نجيب، وده بيبين لك نادي الأهلي كان بيحضر كتير من الخلف للأمام. 22 بالنسبة ليوسف روح، كور اللي اكتسبها اللاعب محمد نجيب 23، 8 فقط بالنسبة ليوسف روح، كور اللي فقدها 15 محمد نجيب و3 بالنسبة ليوسف روح. معدل التمرير بصوا هنا يا جماعة 50 تمريرة وهنا 14 تمريرة، باين لك الفرق ما بين استراتيجية اللعب للنادي الأهلي اللي كان بيلعب للأمام من الخلف للأمام، وهنا 14 بالنسبة للاعب يوسف روح، ومعدل التمرير الصحيح هنا 48 و11 بالنسبة للاعب يوسف روح. المؤشر بقى معدل التمرير 92% لمحمد نجيب و79 بالنسبه للاعب يوسف رابح. الاثنين ما سددوش اي تسديدات على المرمى واكيد ما وقعوش في مصيده التسلل، ولكن هنا بص بقى تمريرات عرضيه في واحده بالنسبه لمحمد نجيب، طبعا بالنسبه ليوسف ما فيش، واللاعب عمل فاول واحد بس بالنسبه لمحمد نجيب، ارتكب فاول واحد بس وكسب فاول واحد بس ايضا هو كمان، ويوسف رابح نفس الموضوع كسب مخالفه واحده. ده بيبين لك طريقه ماتش الذهاب كابتن حسام البدري كان بيلعب ازاي، وطريقه الطريقه الدفاعيه البحته وباينه جدا في الاحصاءات اللي ظهرت امام حضراتكم على الشاشه. هاخد حضراتكم ليه حكم لقاء اليوم الحكم بكاري جسامه اللي يعد من افضل حكام القاره الافريقيه، ونقول الماتشات اللي حكمها او لعبها زي ما بيقولوا الحكام. الاهلي وزنك الزامبي 0-0، والاهلي امام المغرب التطواني ايضا كان النادي الاهلي كسب 1-0. طبعا دوري المجموعات في 2017 وده كان اول لقاء. الاهلي واورلاندو بايرتس في جنوب افريقيا في 2013 كان الفاينل بتاع البطوله اللي احرز فيه محمد ابو تريكه واحمد عزاير هدفين مقابل لا شيء. والاهلي وليوباردز او ليبردز الكونغولي و2-1 للنادي الاهلي في السوبر الافريقي في 2013. الاهلي امام استاد مالي 1-0 في مجموعات دوري ابطال افريقيا في 2012. والاهلي والوداد المغربي في مجموعات افريقيا في 2011 3-3 كان التعادل. ده الماتشات اللي بكاري جسامه حكم لقاء اليوم، والحكم اللي بيقال انه رقم واحد في افريقيا اللي حكم هذه اللقاءات وهيحكم ماتش اليوم، ونتمنى زي الكابتن حسام البدري ما بعت رساله للتحكيم وقال في رسالته ان انا بتكلم اني عايز تحكيم يكون عادل. النادي الاهلي كان عنده ضربه جزاء صحيحه جدا للغايه واضحه كالشمس، ولكن الحكم الاثيوبي تغاضى عنها في لقاء الذهاب. دي من الحاجات اللي بتاثر في نتيجه اللقاءات. التحكيم النادي الاهلي مش عايز حكم متحيز، ولكن عايز حكم يحكم زي ما كتاب التحكيم بيقول، لما يشوف مخالفه يحسبها، لما يشوف ضربه جزاء واضحه كالغايه ما يبتديش يعمل حسابات في دماغه ويتغاضى عن احتساب شيء، لان ضربه جزاء زي ديت النادي الاهلي يطلع في لقاء الذهاب متفوق بهدفين مقابل هدف وتبقى كل الحسابات مختلفه. عندنا تقرير لسيناريو 2006 نطلع ونشوفه مع حضراتكم، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد في حديد.